أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله معنا في لقاء جديد وجميل في برنامج استديو الرياضة. احنا معاكم على الموعد كل يوم في نفس الحزة على مدار ساعة من الزمن، وأهم الأخبار المحلية والعالمية. وصبح بالخير على زميلي غريب. صباح الخير. صباح الخير ريم، أصبح عليك وأصبح على السادة المشاهدين. مثل ما تفضلتي تجدد اللقاء مع السادة المشاهدين في برنامج استديو الرياضة، هذا البرنامج الذي يبث في كل يوم في تمام الحادية والنصف صباحا. ويمكن دائما ريم يكون هذا البرنامج نبدي نقول صباح الخير وننتهي فيه نقول مساء الخير. لكن اليوم انا مع قدومك الاستديو نبي نستمد الهاله والطاقه الايجابيه اللي كل من ملاحظها على كريم. نعم اكيد. هو شوف، يوم الخميس دائما يوم مميز والناس تتفائل فيه اكيد، ويوم بالنسبه لنا يعني حلو. يعني بدايه الويك اند، ونتمنى فعلا يعني عطله سعيده للجميع والكل اللي يشاهدنا. والكويت ترى فيها اماكن جميله تقدرون تتابعون معنا من خلال استديو الرياضه اهم الاحداث. واللي يحب يحضر بصراحه المباريات وغيرها يتابعنا في استديو الرياضه. فعلا ريم، اليوم يعني يوم مميز ايضا باحداث الرياضيه، فسواء على الصعيد المحلي او العالمي، ولكن الابرز والحدث الابرز كلاسيكو الارض ما بين ريال مدريد وبرشلونه. دائما يحبون يسمونه ريم كلاسيكو الارض، لان بيوم من الايام سجل اعلى نسبه مشاهده في عام 2017 650 مليون مشاهده. نعم، واكيد هذا رقم قياسي جدا لن يتكرر. نعم. وان شاء الله يتكرر اليوم في اللقاء المرتقب. نعم. والتحدي كبير، وممكن انا من الصبح موجوده في الدوام، الكل يتحدث عن هذا اللقاء والتوقعات، وفلان لعب وفلان ما لعب، فالكل منتظر وان شاء الله الفوز للافضل. نعم ريم، يمكن كذلك على صعيد النتائج دائما تسجل ارقام والتاريخ يحفظ ما يضيع، لكن في عام 1943 ذاك الوقت القنوات يعني 11-1 لريال مدريد، في ناس تقول هذه النتائج كانت في يعني بنظام قياسية، ولكن مو في نظام كرة القدم الحديثة وأنظمتها وطريقة اللعب فيها، ولكن أيام مرت على برشلونة جميلة وكذلك ريال مدريد في هذه اللقاءات. نعم، ومثل هالأيام تتكرر إن شاء الله اليوم والأيام القادمة، وراح نشوف التحدي اليوم والأكيد البقاء للأفضل. نعم. والأقوى، واللي أكيد هناك توقعات راح ناخذها مع ضيوفنا بعد شوي. نعم ريم، لكن عشان ما نتأخر على أيضا مشاهدينا، نبدأ أولى فقراتنا في برنامج استديو الرياضة. هنأت اللجنة الأولمبية أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للرماية في بعد تحقيقهم 4 ميداليات جديدة في بطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بحيث حصد الثلاثي طلال الرشيدي وناصر المقلد وخالد المضاف الميدالية الذهبية في منافسة الفرق، وتمكن المقلد في حصد البرونزية في منافسة الفردي. نشر حساب النادي العربي الرياضي على تويتر عن سلامة لاعبيه بعد الفحوصات الطبية لكل من علي خلف وسيف الحشان وعبد الرحمن الحشان، ونضموا للتدريبات الجماعية لمواجهة نادي كاظمة يوم الجمعة. وصل يوم أمس محترف نادي الكويت لكرة الطائرة الإيراني صابر كاظمي إلى معسكر الفريق المقاف العاصمة التركية إسطنبول استعدادا لبطولة غرب آسيا اللي سوف تكون في المملكة الأردنية الهاشمية. صرح مدرب نادي برشلونة الإسباني أن ريال مدريد هو المرشح للفوز في المباراة لأنه هو بطل الدوري النسخة الماضية وبطل دوري أبطال أوروبا، وسوف تقام مساء اليوم في الساعة 11 مساء ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا. شن عشاق وجمهور ريال مدريد الإسباني الحرب على المدافع النمساوي ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد بسبب تصويته لبطل العالم ليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب على حساب زميله في الفريق المهاجم كريم بنزيما. We'll be right back.
اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين مره اخرى معكم في برنامج سد الرياضه والاستمرار بفقراتنا وايضا مسابقاتنا المحليه. وللحديث اكثر لمسابقه كره الطائره لابد ان يكون هناك ذوي الخبره والاختصاص في هذه اللعبه. معنا الان السيد محمد الانصاري، لاعب سابق لكره القدم ولكن ايضا هو عضو اتحاد سابق في لعبه كره الطائره في الشان الاداري. نقول لك صباح الخير استاذ محمد. يا هلا، الله يصبحك بالنور. يا هلا اخوي الغريب، طول عمرك، وانا سعيد اليوم اني اكون معاكم. احنا عندنا مثل يقول عنا، او هذه كانت اغنيه يقول زوروني كل سنه مره. انا صرت معاكم بالقناه الثالثه، اشوفكم كل سنه مره. السنه الماضيه كان على ايام عيد التحرير، واليوم مع احمد اخوي، مع احمد عسكر كان لاعب نادي العربي، واليوم اشوفكم ان شاء الله باستضافه عن حديثنا حق كرة الطائرة أو الرياضة عموما إن شاء الله. وتشرف أني أشوفكم وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. أستاذ محمد، أنا على عجالة ودي أعرف بس انتقالك من موضوع كرة القدم إلى الطائرة، هي شلون قضية صارت يعني؟ والله الغريب الكل يسأل عن هاللعبة، أن شلون لاعب قدم راح الطائرة. أيضا بعد الدكتور الله يذكره بالخير ويعطيه الصحة والعافية الدكتور جواد خلف، أيضا كان لاعب كرة قدم وأحد نجوم كرة القدم بالكويت، وكان الرأس الذهبي الأول يعني، إلا أنه صار رئيس اتحاد كرة الطائرة. احنا عندنا ميزه، اهل اليرموك كلنا كذي نفس الطريقه. انا كنت لاعب قدم، وبعدين لما دخلت انتخابات نادي اليرموك نجحت بالانتخابات ودشيت معاهم كعضو مجلس اداره. لعبه الطائره كانت في وضع وايد سيء، فالجماعه اختاروا باختيار، وكان موجود على راس فرق كره القدم كان اخوي فايز مرزوق لاعب سابق وكابتننا كان. فهو صار مدير القدم. ما يصير بعد انا على قولتنا منازع معاه على الغلق. لكن احنا بعدين عاد تحولت الى الطائره، خليت النادي. ترشحت لعضويه مجلس اداره اتحاد كره الطائره واستمريت معاهم من 2004 تقريبا الى الاخر اربع سنوات اللي مضت هذه. ما يميز الرياضيين السابقين انه دائما يكون رياضي متكامل، وين ما تحطه جوكر ما شاء الله. والله الغريب ما تقصر، هذا هذا شيء طيب. لا هذه حقيقه، ويعني العمل اللي قمتوا فيه في ذيك الفتره يشهد لكم. لكن اذا يعني استاذ محمد نبي نتكلم يمكن اكثر عن دوري الطائره وشكله الان الوضع الحالي بالحديث يمكن خاصة لهذا الموسم، يعني كيف قاعد تشوف؟ والله شوف أخوي الغريب، أنا الآن من كثر ما ابتعدت عن كرة الطائرة نفسيا تتعب لما تبتعد عن الرياضة بالذات. مع أن أنت غير مستفيد نهائيا من الرياضة. أنا أقولها لك، الرياضة فقط مع الأسف الآن صارت بالكويت عندنا هي فقط مشاحنات، وهي كل واحد يدور أنه شلون ياخذ هذا الكرسي، سواء كان رياضي أو غير رياضي حتى. ومع الأسف الاختيارات غير موفقة. لكن كدوري، دوريهم معتدل، ما هو ذاك المستوى. والدليل انه ما قاعد تشوف هذاك الكم من الجمهور والحضور. احنا لو كنا مع الاسف يعني ما تناقشنا كان دشت علينا عطله الاعياد. نهني الكويت ونهني نفسنا بالتحرير والعيد الوطني. ونقول يعني كان من الافضل انك انت تجهز لك، او ان اخليك تشوف شنو كانت المواسم اللي كانت قبل. خصوصا في ظل وجود كان عندنا من أرقى ومن أفضل اللاعبين اللي كانوا على مستوى الوطن العربي. يعني كان بالإمكان هذا الفريق أو هذه اللاعبين هالمجموعة هذه توصل إلى أعلى المستوى. الآن تشوف أنت أي نادي شوية مبحبح يقدر راح يجمع لك كل اللاعبين من كل هالأندية، خذهم وخلى الأندية الثانية فاضية. يعني ما يصير يعني كأنك أنت تلعب كمنتخب ضد أندية. النادي يجب عليه أن يكون عنده قاعدة يبني قواعده ويطلع فيها حتى يكون عندك مستوى. لما تشوف مستويات الخارجية تحزن على اللي داخل. هي نقطة مهمة، يعني يمكن دائما يمكن احنا من خلال الاستديوهات التي تعرض على غريب، اتمنى ما يزعلون. لا 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 لا, لا هي نقطة مهمة، انت جيت على نقطة جدا جدا مهمة، الا وهي المراحل السنية والاهتمام في النشء الصغير. هو الاساس في لعبة كرة الطائرة. كذلك يمكن المحللين في الاستديو كابتن محمد عبد الرزاق، كابتن ايضا يعني جاسم الطرار يتكلمون يقول احنا دائما اساسا لاعب الطائرة يبرز وهو عمره 16 17 يفترض انه يلعب بالفريق الاول وقادر انه يعني يحقق. اليوم لغه الاحتراف تحتاج الى يعني نقول تنظيم اكثر. نظريات تطبق على ارض الواقع اكثر. لكن احنا كذلك صرنا نسعد انه يكون في
عندنا منشآت جميلة صار تقام عليها المباريات. لغة الاحتراف كلاعبين أجانب. أساعدك على شيء حتى تكون أنت على بينة وأكثر. إحنا بذيك الفترة ما كان عندنا حتى صالة نقدر نلعب عليها. نعم. أو نأخذها. كل الألعاب اللي جميع المراحل السنية كنا نلعب بالأندية الثانية. نعم. يعني كل نادي نلعب عند اللي عنده صالة. بالتالي ظلينا إحنا مثل اللي عايمين. الآن نقول الصالة موجودة والتجهيز أفضل والوضع صار أحسن من اللي كان عليه. نعم. حتى لمعسكراتهم أو حق البطولات قاموا يعطون اللاعبين شيء أفضل من اللي كانوا عليه. نعم. إحنا الآن في الوقت الحاضر مع الأسف تي لما تي تخاطب النادي يجب على النادي إنه يكون هو مرتغي بأن عندك الشافين ناس يبون. تفضلت على كابتن محمد عبد الرزاق والطرار والله يحفظهم. نعم. كلاعبين أصحاب مكانة في, نعم. في الملعب كانوا في يوم بالأيام حتى وهم مدربين. أنا محمد عبد الرزاق يعني أبو خالد ومليون نعم وتذكر أن كيفية اختياره للاعبين كان يمر في المدارس. نعم. صور يمر المدارس كان أحد من الأخوان عندي ناظر يروح للي مدرسته. نعم. يقايس إيد اللاعب حتى يقدر يختار لاعب يكون مميز. نعم. وكثير من اللي كانوا مشتهدين لكن لما تيجي تشوف الآن ما في شيء. حتى إنجازات مع أنه كانوا عندنا لو تيجي تطالع شوف حتى كتاريخ كرة الطائرة. نعم. عموما من 58 إلى اليوم. نعم. ما فيها ذاك يعني ما عندنا ذيك البطولات اللهم البطولة العربية اللي أخذناها. نعم. اللي كانت في الكويت. نعم. في 89 أعتقد. نعم. أو بالتقريبا بذاك إلى اليوم ما عندنا بطولة ما لنا يعني حتى مع الخليج مع. نعم. في ظل وجود أبطال أو. نعم. أنهم مواهب لا توصف. نعم. يعني لما تيجي كمعدين تيجي كضاربين. نعم. من أروع ما يمكن منهم من ضمنهم أخونا العزيز خالد البحو. نعم. يطلق عليه كان في الخليج. نعم. صاحب الأنامل الذهبية. صحيح. هذا أبو عبد اللطيف. نعم. نقول والله وين راح ما تدري عادل مزيعل. نعم. كثير منهم ومن ضمنهم كان اللاعب الشامل في الوطن العربي كان. نعم. من أوائلهم محمد عبد الرزاق. نعم. لا يعلى عليهم ليش ما قدرنا نحقق معهم معناه في خلل. نعم. نقول ذاك العهد إن ما كان عندنا صالة. نعم. الآن عندنا صالات يجب على الأندية حتى الاتحاد. نعم. ما يرضخ لأنه والله يلا أنا هاللاعبين ودهم كلهم ودهم مكان واحد ولعبوهم. صحيح. احنا يمكن الحديث في هذا الجانب راح ياخذنا في كثير من الزوايا لكن إذا بتكلم عن المستوى الفني و ما وجدته هذا الموسم ووجهة نظرك يعني اللقب إيه؟ أقرب إلى من شايفه؟ والله إلى الان على حسب ما أشوف. نعم. هم المتنافسين دائما الأربعة. نعم. ثابتين كأنهم ثابتين. نعم. دش ما بينهم لاحظت فريق الجهرة. نعم. داخل قوي يعني ما. نعم. بين هذه الفرق ولكن يبقى أن الكويت متسيد. نعم. مع القادسية. نعم. والعربي وكاظمة. نعم. كاظمة ما أدري شو اللي صابه إنه صار في عنده هبوط يعني بهذا. نعم. الموسم غير عن السنة الماضية. نعم. على حد ما بان لي لكن ممكن خلال الأيام الجاية. نعم. لأن كرة الطائرة مسرع ما يرجع الفريق. نعم. خصوصا إذا تكاثف وتعاون مع بعض. القادسية غيابة عن البطولات يعني أو التتويج. نعم. صار لمدة وهذا يحزن لأن لو القادسية يصعد وتصعد معه ترى تصعد مع الفرق الثانية. نعم. هذه ما هي مجامعة القادسية. نعم. أو أتمنى الفرق الثانية ما تزعل. نعم. لأن نقول الحق إن لجمهوره. نعم. لثقلة أيضا مع العربي. نعم. يعملون كفة أو توازن. نعم. حلو لي السمعة الرياضية أو سمعة كرة الطائرة أتمنى لهم يعني ودي احنا يعني بالعكس احنا نشوف اليوم هذه الفرق بوجود القواعد الجماهيرية فعلا مثل ما تفضلت راح يكون لها دعم للاعبين وايضا حضور اكثر ومشاهدة ازداد يمكن ايضا عندنا النقطة اصبحت موجودة الان بوجود المحترفين اللي يلعبوا مع الفرق شايف انه قاعد يتصير لها إضافة وجودهم مع اللاعبين خاصة ان في منهم يكون في اعمار كبيرة لكن قاعد نشوف مستويات قوية ولو الغريب شوف عندنا احنا الآن أنا لاحظها حتى لو يجيب عمر كبير. نعم. بس لما تجيب لاعب يكون له قيمته ووزنه. نعم. صدقني إنه يعطي لأنه هم ستة. نعم. ويلعب لو يلعب واحد ولا مع الفريق. نعم. رايح يعطي دافع يعطي قوة ويعمل فرق. نعم. في التنظيم وفي اللعب حتى وبالأداء
والدليل انهم الان لاحظهم لما يجي هذا اللاعب العربي الجديد الحين اللي جابوه كان انا لاحظته كذا مباراه وايد لاعب زين ومجتهد ونتمنى من الباجي حتى ايش يتطور اللاعب الكويتي يدخل على نفس خط السير. لهذا السبب يقول يا رب نتمنى لكم ندعو لكم ترى احنا ما احنا ضدكم احنا معاكم احنا صح الان انا خارج نطاق او المنظومه الاتحاد منظومه الاتحاد وان شاء الله يعني تكون العوده غريبه باذن الله تعالى بدعم الاخوان من المدينة. واحزن الان على لما اشوف اليرموك في مؤخره الفرق كنادي لكن انا اتمنى ليش لان لما يدخلون هذه الفرق تدخل هذه الفرق من ضمن المنافسه بكره يكون عندك طاقم من اللاعبين يعني عدد كبير انه يبتدي ان شاء الله تعالى تظهر الى ما ان شاء الله مستوى افضل من اللي كان عليه. كنا كابتن محمد احنا استاذ محمد الحديث والشجون في اللعبه راح تاخذنا بوايد لكن يمكن الوقت ايضا قاعد يهمنا فاخيرا اذا بسالك مشاركه نادي الكويت الان في بطوله خارجيه ويمكن بدات كلامك عن غياب الالقاب الخارجيه كيف تجد حظوظه وشلون ممكن نشوف تحقيق لقب خارجي؟ شوف نادي الكويت نادي مجتهد حقيقه وانا اتذكر كلامي مع أخونا العزيز وليد الراشد في يوم من الأيام وإحنا على المنصة في 2007 أو 2006 كان بدايتهم يطلعون الثالث أو ما يأخذون يعني عندهم منافسات فقال بي يوم بتشوفنا أن إحنا نسيطر على هذه البطولات وفعلا يعني عملوا اللي هم يبونه وخطتهم. أنا أتمنى لهم كل التوفيق عندهم فريق عدد كبير وكلهم كانوا نجوم لمنتخب الكويت ترى مو لأنديتهم لمنتخب الكويت نتمنى منهم وعندهم كذا لاعب اللاعبين هم الأصليين يعني اللي كانوا من ضمن يعني الطاقم اللي عاشوا بالفريق وصعدوا مع الفريق فلهذا السبب أتمنى لهم إن شاء الله الله يوفقهم وإن شاء الله ممكن يكونوا منافسين أقوياء لهذه البطولة إن شاء الله تعالى. أستاذ محمد أصار شرفنا فيك بتواجدك أنت بديت كلامك قلت زوروني كل سنة مرة إن شاء الله تكون كل مرة موجود معنا إن شاء الله. ونستفيد من مثل هذه الخبرات الله يعطينا طولة العمر وياكم وأنتم مشكورين وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وأتمنى أني أكون كنت ظل خفيف ظل على قولتنا أو خفيف ضيف خفيف عليكم وعلى برنامجكم وإن شاء الله نتلاقى على خير بإذن الله تعالى وما تحرمونا من شوفتكم مرة ثانية. تستمر إن شاء الله مثل هذه اللقاءات ولكن أيضا أعزائنا المشاهدين مستمرين معاكم مع برنامج سد الرياضة ونكون أيضا مع زميلتي ريم ومع باقي فقرات برنامج سد الرياضة. أكيد من برنامج استديو رياضة نستكمل فقرات البرنامج ونروح لفقرة لوكيشن وإنسباير. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الاعزاء وتحديدا من مدينه الكويت لرياضه المحركات ونقدم لكم من اكثر السباقات شعبيه وهو الدراج ريس تفاصيل اكثر خلكم معنا. ما شاء الله تنظيم يعني مو اول بطوله يسوونها انسباير يعني هذه البطوله الثالثه فالتنظيم ما شاء الله يعني يشكرون عليه وايد جبار والله يعطيهم العافيه. مشاركتي السابقه كانت الاسبوع اللي طاف في بطوله نادي الكويتي دراجات السيارات وحصلت في فئه السوبر ستريت بايك على المركز الثالث. والله مشاركه كانت يعني من احنا جايين من يوم الاربعاء شاركنا وش اسمه اول جوله وثاني جوله اليوم النهائي ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقنا ونطلع المركز الاول على فئه الفاي فاي. اقول مبروك عليكم العيد الوطني على الشعب وعلى حكوماتهم ان شاء الله. جميل جدا صراحه احنا الحقيقه احنا اول مره ندخل الكويت ونجي في بلدنا الثاني عند أشقائنا وأهلنا وسعدنا بهذه المناسبة وسعدنا بالتطور الكبير الموجود في دولتنا الثانية الكويت. صراحة عجبتني يعني أنها فيها
مشاركات من جميع الدول، مو بس الكويت يعني، من جميع دول الخليج. تعرفت على المكان إنه فيه 7 رياضات، فهذا شيء جميل، عجبني إنها تجتمع كل أنواع الرياضات في هذا المكان. والله صراحة سعدنا بهذه المشاركة، بدخولنا دولة الكويت الشقيقة في هذه المناسبة الجميلة، وهي مشاركة وجدانية من رحال الزوجين، ونفخر صراحة بوجودنا بينكم في هذه المناسبة، وإحنا نفرح لفرحكم، ودائما إن شاء الله أنها تكون عادة سنوية، كل سنة ندخل بدراجتنا النارية حاملين العلم السعودي والعلم الكويتي في هذه المناسبة، ونقول أدام الله عليكم الفرح والأمن والأمان أعواما مديدة ومزيد من التقدم والازدهار يا رب. ودائما نقول السعودي كويتي والكويت سعودي. طبعا نتيجة لمشاركاتنا في دول مجلس التعاون ومشاركات دولية انبثقت فكرة ان احنا نقيم بطولات في الكويت، وعندنا ما شاء الله مضمار حلبة الكويت او مدينة الكويت بالأحرى لرياضة المحركات، فتعاوننا معهم وكنا نحجز يعني، وعلى اساس التعاون يكون فني واداري، منها ان نحجز الايام قبلها بفتره ونعلنها، وهم يقدمون لنا طبعا كافه المباني والانفراستراكشرز اللي تقام عليها البطوله، واحنا علينا التنظيم بالمشاركه معهم. الاقبال عندنا فوق المتوقع، يعني احنا مو قادرين نسجل يمكن حتى 60 الى 70% منهم نظرا للاعداد، وبالتالي في زمن محدد انك تخلص فيه كذا متسابق خلال ساعات معينه، لذلك نفكر ان شاء الله نزيد من البطولات في قادم المواسم ان شاء الله باذن الله تعالى. مشاهدينا وصلنا معكم الى نهايه بطوله دراج ريس لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في بطولات جديدة نقول لكم في أمان الله. أكيد إحنا متواصلين وبرنامج استديو الرياضة، ومع ضيوفنا داخل الاستديو رحب باسمكم مشاهدين الكرام بالأستاذ فاضل أسد مدير كرنفال الإثارة والأكشن، وأيضا ضيفنا فيصل أسد منفذ حركات أيضا الإثارة والأكشن. حياكم الله معنا في برنامج استديو الرياضة، أهلا فيكم. في البداية نتعرف يمكن على هذا الكرنفال الجميل اللي يمكن لا جمهوره ولا حضوره إن شاء الله، معك كابتن تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة لشرح عن نظام الكرنفال والإثارة اللي يصير على حلبة نادي باسل سالم صباح للسيارات والدراجات اللي هي متواجدة على الدائر السابع. طبعا احنا هذا الكرنفال مثل ما يقول خليناه متنوع، نظام عائلي ما يكون بس حق الشباب، سوينا من الإثارة بالسيارات والحركات الخطرة والأكشن، هم فيها نوعية من النوع الكوميدي وفيها نوع من الإثارة. وخلينا في نفس الوقت أن لما يجون العوائل، لأن إحنا المهرجانات اللي فاتت كنا نسويها كانوا يحضرون عندنا العوائل ما شاء الله، يعني أنا لي جمهوري لي ناسنا، فالفريق لما إحنا نعتمد على الأكشن نسويه، فهالمرة ضفنا اللي هو نظام البوثات المطاعم الكافيهات، ضفنا الالعاب الفري من ضمن التكت، يعني يدشون الاهالي يستمتعون باجواء، جايب انا الخياله، جايب سيارات التاريخيه، جايب السياكل، جايب السيارات الكبيره متنوعه. نبتدي من الساعه 2 لغايه الساعه 10، هذه الفتره الزمنيه لما الواحد يدش كانه داش في مكان يتسوق فيه. نعم. هم فيها الإثارة، الإثارة تبتدي متى؟ تبتدي بعد غروب الشمس اللي هي تبتدي الحركات الخطرة والاستعراض والسيارات، بس فترة قبلها فيها إثارة من عندنا احنا ضفناها نظام البوثات وكذا، بمشاركة طبعا الجهات اللي وزارة الداخلية والأسعاف ووزارة الصحة، فريق قوة الإطفاء بكامل قواته على قوة موجودين بالموقع لعرضها لأساس أمام الناس. نعم.
فاحنا خليناه متنوع المره كرنفال، ما خصصنا بس انه يكون للشباب فقط، ولكن ممكن يكون عائلي اكثر. نعم، مدرج خاص يكون المتواجد موجود هو حق العائلات ومدرج خاص حق الشباب. نعم. فاحنا ميزنا من هالتميز، خليناه مميز، خليناه شويه على اساس نحبب هالهوايه حق الناس تفهمها ان احنا قاعد نمارس هواياتنا. نعم. او نسوي هالهوايات. نعم. حق الايام الجايه والسنوات الجايه وكل مره يكون مميز عن اللي بعده. اكيد على الاثاره. نعم. احنا ضفنا، قلنا لك احنا ضفنا، مو بس سوينا ساحه استعراض او خطوره يعني او انقلاب سيارات. نعم. في المره ضفنا البوثات، الكافيهات، المطاعم، الطاولات، وحطينا مثل اللي يقولون الاضاءه. انا ودي اعرف ايضا يمكن دور فيصل في الموضوع. ايه. وخاصه في موضوع تنفيذ الحركات الخطره. ابي اعرف متى وقتك ومتى تكون متواجد في الساحه نقدر نقول، وهل عندك عرض خاص لك راح يكون في هاليوم؟ نعم، تقريبا احنا مثل ما قال تكرم الوالد ان احنا عندنا تقريبا من الساعه 6:30 او بعد غروب الشمس. نعم. راح نبلش احنا مع الفريق الكامل المتجهز، وياي علي خوي، وياي حسين وولد عمتي حسين اسد. نعم. فريقنا كامل، مري مال الشل، فريق الشل، مالت الاستعراض، كلنا متجهزين، بس تظلم الدنيا. راح نبلش احنا على طول من بعد ما يكون العوائل كلهم راح تكون مخلصين الاكتيفيتي اللي هو اللي برا، اللي هي مثل ما تفضل الوالد يشوفون السيارات ويشوفون. نعم. السياكل، بعدين عاد احنا نبلش بال انتوا احنا الجانب اللي يهم الشباب اكثر فيصل اسد، يعني الجانب اول شيء الحمايه لحضرتك. ايه. وللجمهور يا ريت تتكلم عنه بصراحه. اكيد الحمايه موجوده بالكل، بكل سياره احنا مسوينها. نعم. احنا بيدنا احنا نشتغل، احنا قبل تقريبا. نعم. قبل الكرنفال بشهر. اذا تسمح لي فيصل راح اعيد السؤال، ولكن عندنا فتره دينيه داخله علينا في برنامج استديو رياضه ونرجع نتواصل معاكم. عودة لكم من جديد وبرنامج استديو رياضة، وضيوفنا اللي منورينا في الاستديو الكابتن فاضل أسد وأيضا الكابتن فيصل أسد، حياكم الله معنا من جديد. ونعرف يمكن المشاهد الكريم أكثر وأكثر. فيصل رح نبدي معاك يمكن هذه الفقرة في نظام السيفتي والأمان حضرتك كلاعب، وايضا حق الجمهور الحاضرين اللي حاتون احيانا هذه الحركات اللي تكون فيها نوع من الشقاوه احيانا والاثاره مثل ما هو معروف. صحيح، مثل ما قلت انا احنا تقريبا من قبل شهر احنا قاعد نبلش بالسيارات بالسيفتي والقص الحديد داخل. نعم. فسيفتي احنا علينا كمتسابقين سيفتي 100% كامل. نعم. اما من ناحيه الجماهير صوب ناحيه العوائل او من ناحيه الشباب هم في سيفتي 100% لان المسافه وايد كبيره مو صغيره. نعم. يعني مو قريبين يم الحلبه في المدرجات في مجال او في مجال، لان المدرج حتى من المدرجات العوائل او الشباب هم ماخذ بعد من ورا. واحنا عندنا الساحه هذه كامله مربعه لنا احنا نقدر نتصرف فيها. نعم. بس ماخذين كل احتياطاتنا، والمطاف موجود والاسعاف موجود. نعم. شو اللي خلاك تحب هذه الرياضه وليش توجهت لها، وشلون شجعوك بعض الناس انك تدخل مجال او كانوا ضدك في دخول الرياضه هذه؟ لا والله انا اللي كنت يعني تقريبا من صغري من الوالد يوم كان ايام خطر معهم يوم كانوا مثلون. نعم. في مشهد الحوادث، فكنت انا ويا والدتي كنت اشوفها من ورا وكذي. ففي البدايات بعدين من شوي كبرت قمت اساعده، احط وياه اشيل انسواف في الماكينه ونفتح مكاين وهالسوالف. من بعدها خلاص قلت ان ستوب، هو خط خذا خط سياسي و نعم. فأنا تميت من وراء. نعم. نعم. أكيد. نعم. بالنسبة لك كابتن فاضل أسد، نرجع لموضوع المهرجان، نذكر المشاهدين راح يكون أي يوم وأي ساعة والمكان بعد. طبعا المهرجان راح يكون يوم إن شاء الله باكر اللي هو يوم الجمعة، يصادف بتاريخ 3/3. راح يكون من الساعة ابتداء من الساعة 2 لغاية الساعة 10. عندنا قلنا لك مثل ما يقولون متنوع الكرنفال، وندعو كل الناس انه يشاركون، وهذا يكون سند لنا ودعم طبعا، لان احنا شباب. نعم. الحمد لله احنا شباب نشتغل ونجاح الكرنفال اكيد ما يصير الا عن طريق اهل الكويت وغير الكويت والمقيمين عليها. فقلنا لك الاماكن كلها مخصصه، نبتدي من الساعه 2 لغايه الساعه 10، وعندنا الفعاليات كلها موجوده، ما يحاتون اي احد، حتى الضيافه والشغلات كلها موجوده، سواء من ناحيه المؤسسات الدوله مشاركه او منا احنا. طبعا بمشاركه رجال قوه الاطفاء موجودين بهذا الموقع مع وزاره الداخليه، وزاره الصحه، الكل متواجد في هذا الموقع، وهذا موقعنا على 7. ومن ناحيه التذاكر هم يقدروا يدشون عن طريق الايفنت يحجزون، او
في نفس المكان يجون نفس الوقت يدشون يقصون تذكرتهم ويدشون داخل يستمتعون بهالأجواء، وفي الألعاب النارية وفي وغيره وغيره، في عدة مشاهد. ف يعني حتى احنا لا ننسى نشكر طبعا معالي وزير الإعلام على دعمه لنا بهذا المجال، ونشكر الغائمين على البرنامج والوكلاء والمساعدين والقطاعات، كل وزارة الإعلام مشكورين على سعيهم وإتاحة هالفرصة أن نعلن حق الناس ونوصل رسالة عن هذا الكرنفال. الشيء يكون يعني قريب من نوعه شوية بالشرق الأوسط لأنه كان متنوع حطيناه، ونشكر بصراحة ينشهر أيضا هذا المهرجان يطلع برا الكويت بعد. أكيد ونشكر طبعا الهيئة شباب الرياضة ممثلة بمدير عامها مدير الهيئة العامة للشباب الرياضة أخوي فيصل اليتيم الله يعطيه العافية، ما قصر على دعمهم لنا ومساندتنا أول بأول. أشكرهم وكل الجهات، أشكر كل الجهات وأشكر قوة الإطفاء، الفريق سعادة الفريق خالد المكراد الله يعطيه العافية على على طول وافق على أساس ينضم ويانا بالكرنفال طبعاً. وأشكر كل القطاعات حتى وزارة الصحة ما أستثني الكل اللي ساهم بالكرنفال، أقول الله يعطيهم العافية. كابتن فاضل نبي نتعرف أكثر على المشاركين معاكم في الكرنفال من ناحية الشباب واللي نقول اللي عندهم الفقرات الإثارة، شلون اخترتوهم على أساس، وهل هم مشاركين معاكم من السابق ولا أول مشاركين؟ لا احنا ويانا من السابق وضفنا عليه. يعني مثلا احنا عندنا بطل ضاري شمري هو مالات الاستعراض الدريفت مال الدريفت، وعندنا حتى بندر المري موجود وهو يسوي حركات بالجيب. وغير عندنا فريق خاص حق سيارات التاريخ، يعني سيارات تاريخية وسيارات بأشكالها وأنواعها اللي ماسكها أخوي عادل الأنصاري أبو فهد الله يعطيه العافية، وهو عن طريقه يحط لنا سيارات المكان، كل السيارات التاريخية بأشكالها الوانيتات. وهذه بصراحة فرصة للشباب، شكرا لك كابتن فاضل أنك أعطيتهم فرصة أن يكونوا موجودين في تواجد مهم في كرنفال، حتى يمكن اللي من خارج الكويت ويمكن أغلب الدول الأجنبية تكون مهتمة في تشوف التراث والسيارات التراثية والإضافات اللي تكون فيها. أنا ودي أيضا أوجه سؤال لك فيصل، في هل الكرنفال شنو محضر للجمهور، وهل كان لك مشاركات سابقة؟ نعم بـ 2013 سوينا احنا مهرجان من كانت هذه أول مشاركة لي وكانت حلوة وناجحة، بس الحين داش وايد شيء قوي وايد، يعني راح نفاجئ الجمهور باكر إن الله في شيء مميز إن شاء الله بإذن الله. كابتن لك يمكن في الختام إذا حب تختم في موضوع الكرنفال، وهل من جديد قادم إن شاء الله؟ إن شاء الله، إحنا بس حبينا نسلط الضوء على هذا الفريق أو هذه الهواية هذه أنها تستمر مثل ما إحنا قاعد نسويها في المسلسلات الأكشن والحركات الخطرة في المسلسلات البوليسية اللي تحصل أو غيرها. عامة العالم اللي يتكلم كله عن هالسوالف، مجال السباق وايد حلو، مجال الأكشن وايد حلو، فيها الإثارة سواء سويناها في المسلسلات أو سويناها عن طريق الكرنفالات. في المسلسلات كابتن البطل هو اللي يؤدي أو دائما هناك بديل؟ أكيد الساند مان هو على قولتهم، أنا كنت بأيام المسلسلات كنت أنا القلوب وأنا اللي أكسر، بس يطلع بالصورة أخوي طارق العلي مع جمال ردهان هم اللي يطلعون بالصورة. إحنا بنحافظ على الهواية هذه أنها تستمر، ولنا قابلية قاعد نشوف صراحة لنا قابلية من الناس يعني أنه قاعد يشوفون هالكرنفال. فإن شاء الله نتمنى من الناس وأنه يحضرون هذا الكرنفال اللي هو متنوع للإثارة والأكشن في مضمار في نادي باسل سالم الصباح للسيارات والدراجات على الدائر السابع ان شاء الله. شكرا لحضورك وحياكم التوفيق باكر ان شاء الله، ويكون يوم مميز وراح نغطي ايضا من خلال استديو الرياضه. شكرا لكم متابعين، معاكم برنامج استديو الرياضه، وروح الى فقره المحلل في الفقره القادمه. توقف الدوري الكويتي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023 بعد انتهاء الجولة 15 ولمدة 36 يوما بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة الكويت والسلمية في بطولة الأندية الخليجية 39 أبطال الكؤوس، والتي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة بضيافة نادي النجمة. وهدف الاتحاد الكويتي من هذا التوقف إلى دعم الأندية الكويتية والوقوف إلى جانبهما من أجل أن يحققا النتائج الإيجابية والمميزة، والتطلع إلى عودة كرة اليد الكويتية لمزيد من الإنجازات الخليجية.
ونجح القادسية في إنهاء الجولة 15 متصدر للدوري الكويتي دون أي هزيمة، خلفه البطل العميد الكويتي الذي انتظر كثيرا وتعثر القادسية من أندية وسط الترتيب، لكن ذلك لم يحدث ويعلق كثيرا من الآمال على لقاء كظمة والقادسية في يوم الجمعة 34 من مارس 2023. وإن لم يحدث ذلك فالكويت في مواجهة ساخنة ومثيرة ستجمعه مع القادسية يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل، سيكون عنوانها الأبرز اللقاء الفاصل لتحديد هوية بطل الدوري الكويتي الممتاز بالنسبة للكويت، أو أن يفعلها القادسية ويتوج باللقب للموسم الرياضي الحالي. شكرا لزميلتي ريم ولضيوفها الكرام، ومستمرين معاكم في برنامج استوديو الرياضة. يمكن تابعنا معاكم أيضا هذا التقرير الخاص لمسابقتنا المحلية لدوري كرة اليد، وللحديث أكثر لابد أن يكون هناك أهل الاختصاص والحديث عن الجوانب الفنية. كابتن سالم محمود، نقول لك مساك الله بالخير ونورتنا بالاستوديو. مساك الله بالنور، يا أهلا ومرحبا، أنا سعيد أن يكون معاك مرة ثانية. نعم كابتن سالم، يعني دوري اليد هذه السنة غير، يعني ب 2023 يبدو أن يعني نظام المسابقة خلق روح جديدة من التنافس. خلنا نتكلم في البداية عن يعني مباريات الجولة 15 اللي استمرت وتألق نادي القادسية واستمرار تفوق النقطتين على نادي الكويت اللي هو حاليا في مركز الوصافة. الدوري مثل ما تفضلت هالسنة يقولون الدوري غير. نعم. دوري اليد دائما ترى غير. نعم. ومشوق السنة هذه. نظام الدوري هو نظام قسمين. نعم. قسم أول قسم ثاني، ما في بعد مربع ذهبي مثل السابق أو مربع ست فرق، خلاص اللي يجمع أكثر عدد من النقاط. فاليوم خلص القسم الأول بتفوق مثل ما تفضل فريق القادسية هو اللي متصدر، يعني يمكن الناس كلها أول مرة فريق القادسية أن يتصدر أو أول مرة كفريق يتفوق على فريق نادي الكويت، وهي المباراة الفاصلة اللي كانت بين القادسية والكويت هي اللي عطت الأفضلية لفريق القادسية والتصدر. القادسية حافظ على مستواه، قدر أنه يحافظ أو على الصدارة لآخر أسبوع. المتبقي من المباريات باقي 3 مباريات لكل فريق. نعم. ومن ضمنهم مباراة تجمع الفريقين. نعم. يعني أنا يمكن تصنيفي إذا صنفت الفرق اليوم حق التصنيف الفرق أنا أقول هما 3 مجموعات. نعم. مجموعة على الصدارة اللي هو المركز الأول والثاني. نعم. ما في أحد ينافسهم، يعني من النقاط اللي موجودين ما في فريق يقدر يوصل لفريق القادسية والكويت على المركز الأول والثاني. نعم. المجموعة الثانية عندنا 6 فرق قاعد يتنافسون على المركز الثالث. نعم. وهذا شيء يعني قاعد يخلق تشوف المباريات كلها مهمة، المباريات. نعم. كلها تلقاها بمستوى قوي. فالمجموعة الثانية اللي هم النادي العربي والسالمية والصليبخات وكاظمة وبرقان يتنافسون على المركز الثالث. نعم. وباقي عندنا فريقين اللي هم عندنا دوري الدرجة الأولى. نعم. من اللي راح ينزل للدرجة الأولى؟ نعم. ومن اللي راح يلعب؟ احنا اخر فريق اللي هو العاشر. نعم. هذا على طول راح ينزل للدوري الدرجه الاولى. نعم. الفريق التاسع يلعب مباراه فاصله بين ثاني الدرجه الاولى. نعم. فهذه هم ناديين هم يتنافسون على من اللي راح يلعب مباراه فاصله ومن اللي راح ينزل على طول اللي هو بين فريق القرين وفريق نادي اليرموك. كابتن سالم، شاهدت مثل هذه المنافسة يعني في ما مضى من مسابقة دوري كرة اليد على المركز الثالث بهذا التقارب؟ يعني يمكن 6 فرق احنا نشوف، انا اشوفها عدد كبير ان قاعد تكون لهم حظوظ انهم يكونون بالمركز الثالث. صحيح، يعني احنا اليوم نقول، قلت لك انا لما تصنيفنا ان في كان 3 بطولات صارت في بطولة واحدة. نعم. البطولة الاولى قلت تنافسون على المركز الاول والثاني. نعم.
البطولة الثانية اللي هي على المركز الثالث. نعم. من يتنافس على المركز الثالث، وهذا شيء بالعكس شيء يكون زين ان الفرق هذول حتى تقييمهم او كفرق ان كل واحد يعيد حساباته. نعم. شنو نقص عنده، شنو هذا، لان في فرق كبير بين المركز الثاني وبين المركز الثالث. نعم. حتى في النقاط فرق 10 نقاط. انا اعتقد انه من الصعب باقي 3 مباريات ان يوصلون، حتى لو يخسر الفريق الاول والثاني كل مبارياته. نعم. الفرق الثلاثة ما يوصلون للمركز الثاني. نعم. فهذا اعطاهم انه كأنه دوري ثاني قاعد يصير على من يحصل على ميدالية في المركز الثالث. نادي السالمية اللي هو يعني احد الاندية اللي قاعد تسعى على المركز الثالث. نعم. ولقائها امام نادي الكويت، خلينا نتكلم عن هذا اللقاء بشكل مفصل اكثر كابتن سالم، خاصه ان يعني قبل الهوا قلت لي لا الامور ما حسمت الى الان. صحيح. يبقى التنافس للحظات الاخيره. بالنسبه حق نادي السالميه بالذات، يعني احنا نقول دائما يتكلمون عن نادي السالميه كونه هو ثاني نادي في حصوله على البطولات بعد نادي الكويت، كان هو نسميه زعيم كره اليد. نعم. الكويتيه. نعم. بالفتره السابقه، واليوم نادي الكويت هو اللي اخذ الافضليه بالمرتبه الاولى. مباراتهم مع الكويت المباراه الاخيره، السالميه بالقسم الثاني ما هو السالميه بالقسم الاول، احنا نقول تغير عليهم الوضع. مبارياته دائما كانت كلها تنتهي في التعادل، يمكن الفريق الوحيد اللي كل مبارياته انتهت بتعادل الفرق. نعم. ما عدا مباراته مع الكويت اللي هي يعني كانت يعني السالمية اول مره يخسر بهذا الفارق الكبير اللي صار، فرق 10 أهداف بينه وبين في هذه المباراه، انا اعتقد كبيره على نادي السالمية، وخاصه كانت اخر مباراه لنادي السالمية قبل لا يدخل عندنا يمكن السالمية راح يشارك في بطولة خارجية. نعم. فقلنا هذا يأثر حتى على استعداده في البطولة الخارجية. نعم. كابتن سالم إذا بتكلم عن يعني الآن متبقي 3 جولات. نعم. هل يعني ولا توجد نسب أو ملامح واضحة أن خلاص هناك بطل، أم أن هناك مباراة قد تكون لها دور كبير في تحديد هوية البطل؟ طبعا هوية البطل لا زالت غامضة على قولتهم، دام في مباراة بين الأول والثاني. نعم. في مباراة فاصلة بيناتهم ما لعبوها، هي المتبقي 3 مباريات. احنا ما نبي نقول الأسهل والأصعب لكل فريق. نعم. انه من يبي يقابل، ولكن خلينا نحط احنا المباراة الفاصلة اللي بينهم. نعم. هي مباراتهم نادي الكويت ونادي القادسية. نعم. هي المباراة الفاصلة بين الفريقين هي اللي راح تحدد منو البطل، ونظام الدوري هالسنة يعني حتى في حالة فوز نادي الكويت على فريق القادسية، والقادسية فاز في جميع مبارياته، احنا يعني حتى افتراضية انه فاز في 3 مباريات يعني مباراتين وخسر مباراته مع الكويت، راح تكون في مباراة فاصلة على المركز الأول والثاني، يعني النظام معطيهم الأولوية، معطيك أكثر من فرصة انك هذا. لذلك احنا ناشدنا في فتره انه يكون هناك تغيير في جدول المباريات، لان احنا علمنا بان يكون مباراه القادسيه والكويت هي يعني ليست الاخيره، فكان الفكره ان ان كان هناك تفوق للقادسيه فهو تتويج، وان كان هناك فوز للكويت يؤجل الحسم الى المباراه الفاصله. صحيح، وهذه كفكره موجوده، ولكن. نعم. احنا نظام الدوري نفسه المباريات قد يكون مثل المباراه الاخيره اللي لعبها، خلينا نقول على سبيل المثال فريق نادي الكويت مع فريق فيحيل. نعم. الكويت فاز على فيحيل بفرق 1-1. نعم. فممكن ان اي فريق من هذول الفرق يحط يعرقل واحد من الفرق هذه، فما تعتبر هذه المباراه مباراه فاصلة. نهائيه. نعم. فاصله. يمكن ما يعني في نقطة، يمكن محبين نادي القادسية ومحبين نادي الكويت كون أنهم الآن على منصة نقول التنافس ما بين أول وثاني، شو اللي يميز القادسية هذا الموسم مع التبقي 3 جولات، خاصة بأن مثل ما عهدنا أن نادي الكويت كان على مدار السنوات الماضية هو المتسيد ولا زال ترى. نعم. فريق الكويت يمكن المباراة الكويت خسر مبارتين
مباراة السوبر اللي هو ضد نادي كاظمة، وهذه المباراة الثانية اللي خسرها من فترة طويلة يعني نادي الكويت. نادي الكويت يشتغل باحترافية للأمانة، أفضل فريق يشتغل باحترافية كاملة من لاعبين محترفين، من لاعبين أفضل لاعبين محترفين، يجلب أفضل لاعبين وعنده الإمكانية أن يكون هو بطل الدوري. ولكن هالسنة هذه يمكن حتى اللاعبين المحترفين اللي مع نادي القادسية خاصة في القسم الأول بداية، يعني لو تلاحظ مباريات، احنا نقول نتائج مباريات القادسية في مبارياته دائما ترى الفارق يكون بالفوز بفارق هدف أو هدفين. هذا يعطيك أن في خبرة لاعبين داخل الملعب يستطيعون أن يجارون المباراة. وحتى اللي لاحظ أو تابع فريق القادسية دائما اول الشوط الاول فريق القادسيه يكون خسران في المباريات والشوط الثاني، معناته في مدرب في لاعبين خبره عارفين يديرون هذه المباراه يوصلونها الى النتيجه الايجابيه والفوز. قراءه مدرب ولاعبين ايضا متواجدين، لكن هو اللي عطى الافضليه بالاضافه مع المحترفين بعد. نعم، يعني طبعا دور المحترفين وايد مهم صار في الفتره الاخيره، وهو خاصه في هذا الموسم. كابتن سالم بتكلم عن توقف اللي راح يحصل خاصه بمشاركه نادي الكويت ونادي السالميه للمشاركه في البطوله الخليجيه للانديه في المملكة العربية السعودية، عفوا في مملكة البحرين. كيف تجد يعني حظوظ الفريقين وأيضا مدى تأثيره على يعني المسابقة وأيضا الفريقين المشاركين؟ شوف هي من صالح، خلينا نقول احنا نادي الكويت، احنا نتكلم بين فريقين منافسين. القادسية هذا التوقف لابد انه يجد له حل، انه يطلع معسكر تدريبي إذا يبي يحافظ على مستواه. يعني أنا أعتقد فترة شهر مو قليلة أن فريق يوقف فترة شهر بدون تدريب بدون تمرين. يعني السالمية والكويت راح يستفيدون من هذا الشيء، كونهم أن حاليا هم في معسكر تدريبي استعدادا لبطولة الخليج المقامة في البحرين. هذه تعطيهم أفضلية حتى حق رجوعهم في القسم الثاني. الدوري راح يوقف تقريبا شهر، راح يبدي في تاريخ 28/3، يعني برمضان ثاني يوم رمضان أو ثالث يوم رمضان. برمضان راح يكون الدوري شغال الثلاث مباريات المتبقية، الكاس بعد راح يكون بعد فترة. فهالفترة هذه أنا أعتقد أن لابد أن إذا القادسية بيحافظ على مستوى يبي ينافس على هذه، لابد أن يجد له طريقة لإقامة معسكر تدريبي تجميع اللاعبين، يعني ما يتوقف في الفترة هذه. وهي احنا ما نقول تمرين وبس، محتاج إلى مباريات حقيقية. مباريات هي اللي تعطي الأفضلية للفرق. حظوظ السالمية والكويت في هذه البطولة، أنا واحد من الناس اللي أرشح فريق الكويت لأخذ هذه البطولة، كون حسب متابعتي للفرق المشاركين في هذه البطولة الأفضل هو فريق الكويت. الأفضل في هذه في المجموعة الفرق اللي مشاركين في هذه البطولة الأفضل هو فريق الكويت، ولا حظ كبير إنه يحصل، ونتمنى إنه يكون يمثل. طبعا احنا بخلف الفريقين السالمية والكويت، وإن شاء الله يكون الإنجاز يتحقق على يد هذين الفريقين الممثلين لدولتنا الكويت الحبيبة. لكن نتكلم، هل هناك في استعانة محترفين آخرين لهذه البطولة أم أن اكتفوا بمحترفينهم ولاعبينهم الحاليين؟ لا، نادي الكويت استعان محترف ثالث. اللي هو محترف اعتقد ما يحضرني اسمه، ولكن من البرازيل. إضافة إلى المحترفين اللي موجودين، الاثنين اللي موجودين معاهم نادي السالمية أيضا استعان في محترفين يعتبرون محليين، اللي هو محمد بويابس اللي هو حارس مرمى نادي برغان. استعان فيه كإضافة، والمحترف الجزيري اللي هو محترف النادي العربي شاركوا معاهم كمحترفين دعم لهذا. بالإضافة إلى عندنا محترفين اللي هو مهدي القلاف لاعب نادي حاليا نادي الصيبخات، استعانوا فيه النادي الأهلي البحريني مع أنور بن نور اللي هو لاعب محترف في نادي كاظمة. النادي الأهلي البحريني استعان، يعني في مجموعة من المحترفين اللي موجودين محليا عندنا مشاركين في هذه البطولة، وهذا هم يعطي قوة لدورينا. نعم، يمكن كابتن سالم أكيد الذكريات وما تحمل في ذاكرتك في هذه البطولة، إذا تكلمنا عن ذكرياتك مع بطولة الأندية الخليجية. ذكرياتنا راح تكون أول بطولة خليجية حصل عليها فريق كويتي، طبعا فريق السالمية ما شاء الله الكويتي، وهي بسنة 92
في عمان. نعم. هذه أول بطولة، أول فريق كويتي حصل على بطولة الخليج، ودائما بطولات الخليج لها طابع خاص. نعم. يعني ما 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 نوخر احنا حتى عن بطولات القدم. نعم. لا، اليد نفس الشيء فيها منافسات قوية، وهذا والسالمية حصل عليها، أكثر فريق كويتي حصل على بطولة الخليج. نعم. في بالنسبة حق الأندية الكويتية احنا نتكلم. نعم. ونتمنى اليوم تغير النظام. نعم. صار في احتراف، بالسابق ما كان في لاعبين محترفين. نعم. اليوم صار في احتراف، وهذا الشيء عطى يمكن احنا نقول قوة أو جمالية أكثر حق البطولة هذه، صارت أصبحت كأنها بطولة عالمية. نعم. يحضرون لها، وكل الفرق يستعدون لها باستعداد وصرف عليها، يعني بجلب محترفين ومعسكرات تدريبية عطوها أهمية. نعم. فهذه أنا أتمنى أن نشوفها. نعم، كابتن سالم، جيلكم خلى الخليج يتابع دوري كرة اليد الكويتي ويستمتع من خلال نادي السالمية ونادي العربي ونادي القادسية ونادي الكويت وجميع الفرق. فيعني هي أيام أكيد كان فيها الإنجاز، نتمنى صحيح. أن يتكرر الإنجاز. كابتن سالم، إحنا يعني بكذي وصلنا للختام، إذا حاب تقول كلمة قبل أن نختم. أنا شاكر لك وأتمنى التوفيق حق فرقنا في هذه البطولة. نعم، يمكن أعزائنا المشاهدين كان الحديث عن البطولة الأندية الخليجية، نتمنى بأن يوفق فريق نادي الكويت ونادي السالمية في هذا المحفل الخليجي الرياضي بين الأخوة والأشقاء. أيضا اليوم اللقاء المرتقب ما بين برشلونة وريال مدريد، متابعين معشوقة الجميع كرة القدم، كلاسيكو الأرض راح يكون في تمام 11 مساء. الحين وصلنا معكم أعزائنا المشاهدين الختام، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في يوم الأحد. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.